دكتور الأستاذ الدكتور رمضان محمد، وكيل معهد البساتين والخبير الدولي والمحلي في زراعة الأخشاب. جديدة دي صح؟ جديدة أوي. لا لا لا، أنا بعتبر أصلاً معهد البساتين دي فيه خبراء. سيب الكلام ده، أنتوا عندكم دماغ أكتر من إيه؟ من ناس شغالين بره. لو حابين نتكلم إحنا، هل مصر كانت في قرن من القرون أو عقد من العقود بتنتج الخشب اللي بتحتاجه؟ تاريخيا يعني؟ لا تاريخيا ولا هتطلع مننا دولة مستورد الخشب؟ لا طبعا، هو في الفترة القديمة أصلا كان احتياجك للخشب احتياج بسيط، فبالتالي كانت الناس كلها بتزرع، والنيل لما بينزل كان بيجيب معاه بذور كمان من بلاد الجنوب اللي هي أثيوبيا والسودان، وكانت بتنبت بعض الأشجار اللي موجودة في على مجاري النيل يمين وشمال، وبالتالي كانوا هم يقطعوها بيستخدموها في أغراضهم اللي زي السواقي، المراكب، الحاجات اللي زي كده، وبالتالي هم كان في حل من الاستيراد، لأن كان كل الحاجات دي عندهم متوفرة تيجي من الفيضان وقليلة الاستعمال، فبالتالي كان الموجود. وبعدين كان كل مزارع وكل فلاح جنب الساقية كان لازم يحط شجرتين ثلاثة عشان التظليل للساقية وهو إقامته حواليها، فتلاقي دايما شجرة الجميز، شجرة النبق، شجرة التوت، فدول كانوا موجودين. بس شجرة الجميز كان بتطلع خشب يعني للاستخدام؟ ده شجرة الجميز يعني كانوا بيقول لك بتخوخ وضعيفة. لا مين قال كده؟ ده عندنا شجر جميز عمره يفوق ال 150 سنة. انا ما بتكلمش على العمر، بتكلم على الصلاحية. ما هو لو بيخوخ كان، لو بيخوخ كان ما يقعدش. ولا شجرة التوت ما تنفعش خشب؟ مين قال برضو كده؟ لكل له استعماله. شجرة الجميز أولا من ضمن الأخشاب المقاومة للتحلل في الماء، اللي بيقول لك شجرة خشب الجميز بيخوخ وكلام زي ده جديدة والله. شجر الجميز من ضمن، عشان كده كانوا بيصنعوا منه السوائل، فكان يقاوم التحلل في الماء. يعني السقية كانت تعمل من شجر خشب الجميز، خشب الصمت، كل الأخشاب والصنط. دي أخشاب بتقاوم التحلل في الماء. الأخشاب الأكثر صلابة يعني بنزرعها في مصر حاليا ولا زمان؟ حاليا. هل او هل في اشجار انقرضت كنا بنزرعها واختفت؟ هي ما نقدرش نقول انقرضت، لكن نقول قلت زي او مهدده، زي الجميز مثلا دلوقتي انتشاره بقى قليل قوي. مع ان الجميز ده يجمع ما بين كل الصفات، الصفات الخشبيه والثمر. يعني يا دكتور انا يعني شفت فايبر كيلو الجميز ب 60 جنيه. صحيح. اللي كان الجميز ده كان يعني اي واحد يروح على شجره جميز يطلع وياكل براحته وماليه الدنيا. هو عشان كده، عشان يعني قله زراعته دلوقتي وقله الاهتمام بيه، هو ده اللي بدا يخليه ينقرض. طب ليه احنا بعدنا عن شجره الجميز؟ زي ما قلت لحضرتك، هو كان الاشجار دي يزرعها المزارع دائما وابدا حوالين الساقيه وحوالين المجرى المائيه وبتاع والترع والكلام زي كده، دلوقتي ما عادش، فبالتالي يعني طلعت في فتره من الفترات يقول لك شيل الشجر عشان العصافير بتاكل الزرع، فكان المزارع يقطع كل الشجره اللي حواليه علشان العصافير ما تاكلش. حاجه تانية، لما جت الترع والطرق ازالت كميه كبيره من الاشجار القديمه، لكن تم زراعتها على فكره في سنه 67 و64 من الفتره ديت، تم مشروع قومي لتشجير مصر كلها، وكان على الترع والمسائي والمصارف والطرق، وكان بس بيستخدموا الكافور والكازوارينا، ما استخدموش طبعا الجميز. انت بقى فكرتنا بموضوع الكازوارينا. يعني انا شايف كان يعني تاريخيا ان دايما كان مصر بتزرع الكازوارينا حتى عشان تقلل من الشبوره على العربيات ايام زمان، العربيات القديمه طبعا كانت الاضاءه خفيفه، ما كانش فيه فوانيس الشبوره اللي انت عارفه ده كله، فكان بيعملوا كازوارينا بيقول لك بترفع الايه الشبوره. الكلام ده صح حقيقي؟ هو الاشجار ومصدات الرياح، الشبوره حضرتك بتبقى ماشيه على وش الارض مع الرياح، بس بتبقى بسرعه طبعا بسيطه شويه. لما احنا بنحط دلوقتي الاشجار بنعترض المسار بتاع الشبوره، فبالتالي لازم يحصل نوع من انواع الضغط المرتفع خلف الاشجار، فلازم بعد كده تبدا الجزء اللي جاي بعد الضغط العالي ده لازم يعدي فوق، فبقى في ضغط تحت فلازم يعدي يطلع فوق منه، فبالتالي انت بترفع المستوى، وده اللي بنعمله في مصدات الرياح والاعزمه الشجريه حوالين الزراعات الجديده. يعني احنا دلوقتي بنقول كل الزراعات الجديده لابد ان هي ليها يبقى حزام شجري خارج المزرعه او المجتمع ككل، وبعدين من الداخل يبقى في مصدات رياح. الهدف من ده ايه؟ رفع كتله الهواء الساخن اللي جايه مع الريح، الريح اللي جاي بالهواء الساخن، لان احنا كل زراعاتنا في الصحراء الغربيه والصحراء الغربيه كلها جفاف، فبالتالي الهواء بيبقى جاي فيها ساخن. الهواء الساخن ده هو ماشي على وش الارض بيشيل كل بخار الميه الموجود حوالين النبات، او حتى يعني بيجبر
السطح بتاع الارض المرويه ان هو يبخر منه الماء الموجوده فيه. فبالتالي انت علشان تخلي الجو والبيئه مناسبه حوالين النبات من كميه بخار ميه مناسبه اللي حواليها او نسبه رطوبه نسبيه تبقى مناسبه، فلا بد انك تعمل مصدات الرياح لانها تعمل العمل اللي عملته في الشبوره، فيعمل وراه ضغط، فبالتالي الضغط ده لما تيجي حزمه تانية من الرياح هتبدا تعلى فوق الضغط ده، وبالتالي تعدي فوق المجموعه النباتات اللي موجوده بين مصدات الرياح، وبالتالي في الحاله دي انا بحافظ على الميه وبنحافظ على الحاله الفسيولوجيه للنبات. ده بياخدنا لحته نرجع كده بالماضي، ان احنا كنا زمان بنميل للاشجار الكبيره. جت فتره من الفترات شلنا الكبير ده ودخلنا على الفيكس. ايه 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 الحكمه ان احنا فجاه الموضه دخلت على الفيكس؟ وهل الفتره دي يعني دي فتره اللي هي التسعينات وبدايه ال2000 كان وزاره البيئه تحديدا كان متبنيه حاجات تزرع فيكس في كل حته، هل ده كان مثلا خطا استراتيجي فيما يتعلق بالتعامل مع منظومه التشجير؟ في كل وقت وفي كل زمان يطلع لك حد كده بيبقى هو مستفيد من حاجه معينه، فبالتالي يعمل بروباجندا كبيره جدا على هذا النوع اللي هو عايز يسوق ليه. ودي المشكله ان احنا غالبا او يعني في اغلب الاحيان ما بنرجعش للناس المتخصصين عفوا للناس المتخصصين نسالهم هل هو ده ولا ده. انا مش ضد زراعه الفيكس على الاطلاق، ولكن انا ضد تغلبها وانتشارها وسيطرتها على الانواع الاخرى. احنا الفيكس البولونيا يعني دلوقتي في البولونيا، كان في بدايه التسعينات او نص في 95 96 كده ظهرت موضه اشجار النيم، بعد كده البولونيا، بعد كده يعني كل شويه بيطلع موضه معينه بشكل معين بنوع شجره معين. انا لست بالنسبه لي لست ضد اي نوع شجر، لكن انا ضد التغلب، ضد ان هذا النوع يطغي على باقي الانواع. فالفيكس طغى على كل الانواع وده اللي هو كان مش صح. الفيكس شجره ليها مميزاتها وليها اماكن زراعتها. الفيكس شجره تقبل القصف والتشكيل، يعني انا اقدر اشكلها زي ما انا عايز بشكل معين بالاشكال ده، فعشان كده الجماليه تتزرع في الحدائق علشان اعرف اقصها واشكلها وهندمها بالشكل اللي انا عايزه، لكن هي تزرع في الشوارع العموم كلام غير صحيح، لان شجره الشارع ليها مواصفات معينه. من ضمن عيوب شجره الفيكس نتده في الشارع ان هي غير متساقطه، وده بيرسب عليها تراكمات كتيره جدا، ولذلك تلاقي بالظبط الغبار والاتربه والعوادم السيارات، فتلاقي الورق بقى لونه اسود وانت ما عندكش امكانيه تغسل الشجر كل شهر مثلا مره عشان الميه. حاجه ثانيه هي عائل للحشره القشريه، والحشره القشريه دي بتصيب مجموعه كبيره جدا من النباتات الاقتصاديه، فبالتالي لو انا زرعتها على راس الغيط فبص تلاقي بقى عندي حضان وفقاسه للحشره القشريه باستمراريه. فبالتالي احنا بنقول دي ليها مكان تتزرع فيه، ولكن بشرط الا يحصل مغالبه على الانواع الاخرى. طب ده ندخل بقى للقيمه الاقتصاديه للايه الاشجار الخشبيه في ظل المشروعات القوميه لاعاده معالجه مياه الصرف الصحي او لانشاء الغابات، كيف ترى المستقبل زراعه الاشجار الخشبيه في مصر في ظل التحديات المائيه هنا؟ والله انا عايز اقول لحضرتك برضو في بدايه التسعينات كانت في نهضه كبيره جدا لزراعه الاشجار الخشبيه على مياه الصرف الصحي، وطبعا في ذلك الوقت كان الهدف الرئيسي التخلص الامن من ميه الصرف، ما هوش هدف رئيسي انتاج الاخشاب. وتم فعلا وزاره الزراعه عن طريق الاداره المركزيه للتشجير زراعه تقريبا حوالي 32 غابه على مستوى الجمهوريه، وتم صرف اموال عليها يعني تعادل او تكافئ هذه الانشاءات. ولكن بعد كده يعني بدينا نبص على الغابات في الصرف الصحي ما هياش بس للتخلص الآن، ما احنا بنستورد كمية أخشاب ليست لها يعني محدودية، ده كل شوية بعملك تزيد. وبعدين بمبالغ كام يعني آخر إحصائية تقريبا حوالي في حدود 3 مليار دولار. 3 مليار دولار؟ نعم. واردات من الأخشاب؟ واردات من الأخشاب، ومش أخشاب بس، أخشاب وعجينة ورق وأخشاب مسمرة، يعني منتجات الأخشاب عموما. وده اللي بيدفع إن احنا نطور في منظومة زراعة الأشجار الخشبية. فكان لازم الاهتمام، ودلوقتي الرؤى اللي موجودة والاهتمام اللي موجود من القيادة السياسية إنتاج الأخشاب على مية الصرف المعالج.
من ميزة إنتاج الأخشاب على مية الصرف المعالج إن هو لا يحتاج إلا للمعالجة الأولية فقط. ولذلك أنا بقول إن محطات الصرف ذات الظهير الصحراوي اللي هي في حواليها أرض نقدر نزرعها بالغابات دي أنا مش محتاج فيها غير المعالجة الأولية فقط. وبالتالي أنا باخد الأخشاب الأشجار ديت بزرعها بطريقة، ودلوقتي بدينا يعني تكنولوجيا الخشب وتطورها أدت إن أنا أقدر أستخدم الأخشاب حتى من قطر نص بوصة. دلوقتي الأخشاب المفرومة اللي هي الـ MDF والـ BDF دي كلها أخشاب مفرومة، وبالتالي أنا بقدر أفرم حتى أفرع الشجر اللي موجود أنا أقدر أفرمها وبناء عليه أستخدمها في الخشب المضغوط. فبالتالي أنا دلوقتي بزرع بكثافات عالية جدا وببدأ أخف كل شوية، كل ما يتشابك التيجان معايا أبدأ أخف شجرة وأسيب شجرة لحد ما أوصل في النهاية للمسافات اللي أنا عايزها اللي في تنتج أخشاب للتصنيع المنشور. نعم. وبالتالي دلوقتي الاستفادة من الغابات على مية الصرف بدأ يكون على فترات قريبة. كنا زمان بنقول بعد 25 سنة لما تبدأ تقطع وتاخد عائد اقتصادي من الغابة دلوقتي لا، دلوقتي بعد 4 سنين تقدر تبدأ الخف، وبالتالي هيبقى عندك عائد موجود. فالمناطق اللي فيها كلها أو المحطات الصرف اللي ليها كلها ظهير صحراوي أنا بناشد المسؤولين إن هم كفاية بس معالجة أولية فقط لا غير، وخد المية ديت وزرعها بالأنواع الشجرية المناسبة لكل بيئة في منطقتها. يعني ما ينفعش أزرع شجرة معينة لا تجود في الجنوب وأزرعها في الجنوب، ولا شجرة معينة لا تجود في الشمال أزرعها في الشمال. يعني عندنا الجنوب مثلا أنواع المهوجاني منتشرة وجيدة النمو، منتشرة كتير أوي عشان تحب المناخ استوائي شوية. بالظبط. الشمال عندنا الأشجار التانية زي التاكسوديا وزي السابو وزي الكلام ده كله ده يجود في منطقة الشمال. وإحنا عندنا في قسم بحوث الأشجار الخشبية وأساتذتنا الكرام الأفاضل عملوا توزيع بيئي لجميع أنواع الأشجار المنتشرة في مصر. يعني في خريطة للأشجار في مصر موجودة لتوزيع الأشجار من أول البحر المتوسط بأنواعها، طبعا من أول البحر الأبيض المتوسط إلى جنوب توشكا. احنا وصلنا لانتاجنا من الاخشاب كام دلوقتي تقريبا؟ ده ليس له حصر. لسه مفيش حصر. لا ابينا عندنا كام نوع من الاخشاب، اشجار الاخشاب؟ لا كتير. احنا عندنا المهوجاني مثلا، عندنا الكايا اللي هي المهوجاني الافريقي، عندنا المهوجاني الاسباني، عندنا المهوجاني الامريكي، عندنا السرسوع، عندنا الصمت، عندنا ابو المكارم، عندنا. بس الصمت ده شجره، هي شجره في وادي النيل ولا شجره صحراويه؟ هي شجرة جفافية اسمها كده، شجرة جفافية بأكثر تحمل الجفاف. لكن تجود زراعتها على مية النيل، ولذلك كانت موجودة زمان على الترع ومجاري النيل، وموجودة في السودان دلوقتي في المناطق اللي هي بتتغنر واخد بال حضرتك بالمية لمدة، يعني ممكن تقعد مغمورة الجزر بتاعها لمدة 5-6 شهور بالمية، ما فيش أي مشكلة لا يحصل لا يحدث لها ضرر، ولكن مع في نفس الوقت تتحمل الجفاف. فبالتالي احنا بنعتبر منها جزء يتحمل الجفاف، ودي طبعا أكاشيات مجموعة كبيرة جدا منها الأكاشيا نايلوتيكا اللي هي أو بيسموها النيل أو الصمت النيلي أو الصمت العربي، وده اللي موجود على مجاري المي. لكن عندنا أكاشيات أخرى زي مثلا الألبدا وزي الليتا وزي مجموعة كبيرة جدا، والسيال والسنجال، دي كلها أشجار جفافية أكتر منها مائية، وبالتالي احنا بنزرعها بنقول تتزرع حوالين المزارع اللي موجودة أو الزراعات أو المجمعات الزراعية اللي هتبقى موجودة في الصحراء الغربية. ياريت يبقى حزام الشجري اللي هو مكون 9 صفوف ومكرراته يبقى الصفوف الخارجية من النباتات الجفافية دي اللي هي الأكاسيات. سؤال أخير، مستقبل زراعة الأشجار الخشبية في مصر واعد ولا مكلف؟ اقتصاديات زراعة الأشجار الخشبية من أفضل اقتصاديات الزراعات، ولكن زي ما قلت لحضرتك تخوف المستثمر إن هو الاستثمار للمدى الطويل، وده احنا بنقوله دلوقتي وبنطمنه وبنقوله لا، انت دلوقتي تقدر من السنة الرابعة ومن السنة الثالثة ومن السنة الخامسة حسب قوة نمو الأنواع اللي عندك تقدر تبدأ تستفيد من الغاب. وبالتالي زراعة الغابات في مصر أولا اقتصادياته عالية زي ما قلت لحضرتك من أفضل اقتصاديات الزراعات الموجودة، لما تاخد المنتج في النهاية وتقسمه على 20 سنة أو 25 سنة هتلاقي نفسك حصلت عائد سنوي في استدامة أكتر من التاني، أعلى كتير من اللي موجود حاليا، لأن مصاريفه بتبقى قليلة. أنت عندك الربح عبارة عن إيه؟ مصروفات ومبيعات،
فانت المصروفات عندك قليله والمبيعات بتبقى عاليه كتير، فبالتالي عندك الفرق بين الاثنين دول هيبقى عالي في ال... لكن دلوقتي كل المحاصيل بنصرف عليها كتير جدا. الحاجه اللي بعد كده احنا مجبرين، احنا بنستورد فاتوره خشب عاليه، فاحنا مجبرين ان احنا نحاول نفكر بده. نمره 2، معالجه الميه للحاله الثلاثيه والثنائيه مرتفعه التكلفه، فبالتالي انا لما اخد الميه ديت واعالج وازرع بيها الغابات على الحاله الاوليه انا بقلل من التكلفه، وبالتالي بقلل من الضغط وتعمل مشروع صديق للبيئه كده، تحويل لا ده الجزء البيئي، ده جزء تاني الاشجار الخشبيه. فانا بعمل من ضغط تحويل المحطات من المعالجه الاوليه للثنائيه الثلاثيه، انا بوفر ده، فبالتالي انا في الحاله ديت بخفف الضغط على الموازنه العامه. كمان الجزء البيئي للاشجار، حضرتك عارف ان الشجره ميزتها عن كل الاخضر بيثبت الكربون، كل الاخضر عن طريق عمليه تمثيل الضوء، لكن دوره الكربون قد ايه في النباتات هي دي بتختلف. يعني انا مثلا لما ازرع قمح دوره الكربون فيه 6 شهور سنه، ويطلع تاني يتحرر الكربون كمان مره، سواء كان انا اكلت الحبوب وانا استهلكتها وطلعتها ثاني اكسيد كربون، او الحيوانات اكلت التبن وطلعتها ثاني اكسيد كربون. البرسيم 50-60 يوم الحيوان بياكله، بتحش على 30-40 يوم الحيوان بياكله تاني. يعني ده في ميزه مختلفه عن المحاصيل الحقليه والجمال. طول عمر الشجره، ودي عمر مكوث الكربون فيها ما يتحررش منها، وبعد كده طول عمر المصنع منها. يعني انا صنعت منها باب، طب الباب ده هيقعد قد ايه؟ الكربون لا يتحرر من الخشب الا بالحرق، وبالتالي طالما الخشبه موجوده في الطبيعه فهو لم يتم تحلل لها، سواء كان بالحرق او مثلا دفنها في الارض وبالتالي تتحلل، فالكربون ما زال ممسوك فيها. الحاجه الثانيه حجم الشجره الضخم، وده بياخد كميه كربون كبيره جدا بتتخزن، يبقى عندنا حجم كبير وعمر طويل، ودي ميزه الاشجار في البيئه عن باقي انواع النباتات الاخرى. احنا في نهايه اللقاء بنشكر الاستاذ الدكتور رمضان محمد وكيل معهد البساتين على هذه المعلومات، انا بالنسبه لي رائعه ومهمه جدا لاي واحد حتى بيفكر في الاستثمار في مجال زراعه الاشجار الخشبيه. الف شكر يا دكتور.